طبعا من زمان ما شفناش فيديوهات على القناة لمحاكي الشاحنات، بس الفيديو ده فيه اختلاف لان معانا محاكي الشاحنات الامريكية، معانا شاحنة مختلفة جديدة، معانا حمولة مختلفة، وان شاء الله هنتكلم عن شوية حاجات بخصوص اللعبة للناس اللي بتشوفنا لأول مرة. تابعوا الفيديو للآخر. اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة This is محمود نعمان، وفي الفيديو ده من لعبة محاكي الشاحنات الامريكية راجعين ومكملين محاكي الشاحنات تاني. النهاردة معانا محاكي الشاحنات الامريكية، معانا الشاحنة الجديدة الماك، هي مش جديدة قوي، تقريبا اتكلمت عنها قبل كده. وبالمناسبة في فيديوز كتيرة في القناة لمحاكي الشاحنات للناس اللي بتشوفنا لأول مرة، تقدروا تشوفوها على قناة. بس قبل ما ابدا الفيديو، اتمنى في الفيديو ده نوصل 100 لايك، والناس اللي بتشوفنا لاول مره ما تنسوش الاشتراك، تفعيل جرس الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد. طبعا الشاحنه اللي معانا ديت مفروض انها اوفر سايز لود، ومعانا حموله مفروض انها تقيله زي ما شايفين قدامنا. دي تقريبا هاي باور كارجو، لو بصينا كده يعني شايلين محرك او شايلين تراكتور او شايلين جرار او قطعة من الادوات الزراعية. بالمناسبة القطعة دي موجودة في فارمينج سيميليتر 19، موجودة برضو في القناة، تقدروا تشوفوها في فيديوز كتيرة قوي فايتاكم لو بتشوفونا لاول مرة. المهم خلينا نبدأ. طبعا احنا دلوقتي بالشاحنة بتاعتنا كانت عاملة دوشة، وطفيت المحرك عشان ابدأ معاكم واحدة واحدة. احنا واقفين دلوقتي على جنب عشان ما نعطلش الدنيا، مديين انتظار، شوفوا واقعية اللعبة. خلينا ندخل جوه الشاحنة. طبعا الشاحنة قدامنا اهيت، خلينا اطفي النور بس واطفي كل حاجة، هو الانتظار بس اللي شغال. ده شكل الشاحنة من جوه، بصوا اصلا الفرش عامل ازاي، الاضاءة، التحكم، الكابين من جوه، تمام. طبعا انا مفيش اي اضافات ولا اي ادونز ولا دي ال سيز، تقريبا ده مايكروويف او تي في مش عارف. بصوا اصلا المكان المبيت بتاعه من ورا الشاحنه، زي ما احنا شايفين منظرها من بره، يعني حاجه روعه. المهم خلينا على طول كده ندخل دلوقتي. زي اي عربيه بتركبها، اول حاجه تنور النور اللي هو بتاع التابلو او النور الواطي زي ما بيقولوا، النور اللي هو النورمال. بعد كده مفروض اطفي الانتظار خلاص، لاني هتحرك ادور او افتح الالكتريسيتي الاول بتاعت العربية، ادور كده، ولو ما ضرتش تعرف ان العربية فيها مشكلة اصلا محتاجة صيانة، لان دي كانت رحلة انا مكملها طويلة، فقلت ابدأ معاكم على طول. دارت كده العربية معانا، مفروض لو في مثلا هاند بريك مشدودة، هي مشدودة دلوقتي وباين على التابلو، والراجل بيتاوب عايز ينام كده. انا بفك الهاند بريك بتاعتنا، مفروض ادي اشارة، لو بصينا كده اشارة شمال عشان هبدأ ان انا اتحرك، تمام. ودلوقتي هنتوكل على الله، ولكن خلينا نشوف كده التراك بتاعنا. انا بلعب مفروض في روسيا، فاللي بيشوف مش عارف، انا ياريت يأكد لنا فعلا الاماكن اللي قدامنا دي في روسيا فعلا ولا انا بحلم، بس وانا فعلا بلعب في روسيا. فاول اللعبة انت بتختار المكان اللي انت روسية ايه ده، احنا محاكي الشاحنات الامريكية. صباح الخير، حرقت لكم المفاجأة، وهي ان شاء الله الفيديو اللي جاي بتاع محاكي الشاحنات الاوروبية يورو تراك سيميليتر 2 هيكون في روسيا. صباح الفل، معلش احنا الوقت والله الفجر. احنا مفروض دلوقتي في لاس فيجاس، او خارجين من لاس فيجاس وطالعين دلوقتي على مفروض حتة اسمها كينج مان. فالناس اللي قاعدين في امريكا يا ريت توضحوا لنا كده الدنيا. خلينا نتحرك على طول بدون رغي، كفايه صدعتكم وعارف، وزمان الناس دلوقتي هتولع فيا. خلينا نتاكد بس الاول في حد ولا لا. يلا يا عم الفولفو عدي، شكرا، اتحرك من مكاني. استنوا بقى استنوا بقى استنوا بقى، ما يبقاش كده يعني، معلش اهدى بقى انت دلوقتي، اهدى برضه مصمم، معلش بقى، معلش معلش. خلاص نبدأ بقى نتحرك دلوقتي. بصوا هتكلم في شوية حاجات كده سريعا في الفيديو ده، هو مش مجرد ملل جوه العربية وماشيين وعمالين ايه نضيع اريزونا، او عمالين مش لاقيين حاجة نعملها، لا. بصوا يا جماعة، اول حاجة خليني بس افتح كده الازاز
ايه رايكم في حته الازاز دي؟ صايعه على فكره، هي من زمان وكنت عملت بيها فيديو، ولكن براعي ان استعرض حاجات اللي بيشوفنا لاول مره. خلينا نطفي الانتظار. ان شاء الله باذن الله. في ناس سالت، طبعا انا بلعب كيبورد وماوس دلوقتي، وفي ناس سالت على التحكمات، على حاجات كتير. ان شاء الله اعمل لكم فيديو، فتابعوني بقى قريب ازاي توظف الكيبورد انك تستغله احسن استغلال للزراير. زرار الهورن او الكلاكس العادي، زرار الكلاكس اللي هو الاير هورن، تمام، زرار تقليب النور، زرار المساحات، السريع البطيء الكلام ده كله، زرار النور العالي على طول. مفروض اصلا كنت انور النور العالي، خلاص اهوت النور العالي. زرار اللي هو اللي بيسموه الرعاش، اللي هو يعني تقليب النور، تمام. زرار الهاند بريك، وزرار الزوم لو انت عايز تبص على التابلو على حاجة، زرار فرامل التريلر، زرار فرامل الموتور، الانجين بريك يعني، زرار اللي بتفصل بيه التريلر عن الشاحنة. كل الحاجات دي ان شاء الله هكلمكم عنها. والناس اللي بتسأل على الكنترولرز، عملت فيديوز قبل كده عنها، تو فيديوز، واحد ازاي تربط الكنترولر على اللعبة، وواحد ازاي تظبط الزراير وتوظفها برضو من الكنترولر زي ما كنت بتكلم على الكيبورد دلوقتي. وان شاء الله هعمل لكم برضو فيديو تاني جديد ابديتد للناس اللي حابة تشوف. ديت اول جزئية كنت حابب اتكلم فيها. تاني جزئية، اللعبة واقعية جدا للي بيشوفها لأول مرة. اللعبة بتعلمك اسلوب الحياة على الطرقات الواسعة، الهاي ويز زي ما احنا شايفين كده، بتعلمك اساسيات الاحترام السواقة، اساسيات وقواعد السواقة، تمام. بتعيشك اجواء حياة التراكرز او اللي هم سواقين الشاحنات. بصراحة ناس بتتعب جدا، يعني بتقضي رحلات شهور تمام واسابيع عشان ما نبالغش بره بيوتها. انت ممكن تكون بتسافر من بلد لبلد، من قاره لقاره، عبر العبارات في المحيطات والبحار بالشاحنه بتاعتك. في حاجه برضو عايز اتكلم فيها، احنا بنلعب محاكي الشاحنات الامريكيه دلوقتي، وزي ما شفتوا على الماب من شويه الطريق طويل. الرحله دي اصلا في الاصل مدتها 9 ساعات. الرواتب عالية لان انت جوه قارة امريكا وبتتنقل من ولاية لولاية، عكس محاكي الشاحنات الاوروبية بيكون داخل نفس البلد، فالرحلات بتكون قصيرة، الرواتب بتكون قصيرة، مدة الرحلة بتبقى قصيرة. فدي جزئية. ايه ده؟ ميزان. I think ان ده ميزان، تمام. شفتوا الواقعية؟ ميزان، خلاص اهو. وغالبا اصلا مفيش ميزان، بس هو كان لازم اعدي من هنا خلاص، فخلينا مكملين رحلتنا. المهم ده فرق ما بين محاكي الشاحنات الامريكيه والاوروبيه، غير الطرقات طبعا اوبا اصحى اصحى، غير الطرقات. و عكنني والله العظيم عكنني، انا واحد بمشي بجد يعني زي ما بيقولوا كده التزامي، ما بحبش ان انا اتهور والكلام ده. فده الفرق ما بين الاثنين، الشاحنات الامريكيه والاوروبيه، الطرقات بقى، اشكال المدن، الكلام ده. انا بحب بصراحه الامريكيه، بميل ليها اكتر، ولكن الاوروبيه بلعبها اكتر لان اصحابنا بيلعبوها فمضطر ان انا العبها. وبمناسبه ان اصحابنا بيلعبوها، سيرفر الديسكورد احب ان انا ادعو الناس ليه. هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن. اشاره، لازم تحترم الاشاره وتقف طبعا في اشاره المرور، رغم ان انا هدي اشاره شمال عشان هحود. تاني حاجه برضو حابب ان انا او تالت حاجه حابب ان انا اتكلم فيها، انا مد انتظار يا جماعه، والله والله مد انتظار. هتودوني فين بعد كده بقى؟ يعني معلش انتوا مدخليني الطريق التاني، طلعونا على الرصيف بقى. اوبا ده انا مشيت غلط. هل هنعرف نرجع؟
تخيل بقى، يعني عايز اقول سواقة الشاحنة تختلف تماما عن اي عربية تانية. ماشي بكساحة زائد دولاب في ظهري. ايه ده بقى انت بقى الوقت بقى يا عم السكودا انت ولا الاودي؟ يعني شايفيني برجع ومفيش فايدة، مفيش فايدة، مفيش فايدة في الحميرة، مفيش فايدة. عدى بقف. عايز تحود ولا عايز تهبب ايه في سنتك؟ ايه ده انت كمان، ايه ده شايفك والله. طبعا في ناس هتسألني بقى على التحكمات دي، هتكلم فيها ان شاء الله في فيديو لوحده. شايفين بس بس هوب ارجع بقى. شكرا. كل ده عشان دخلت دخلة غلط. حلو المرسيدس دي، ما تخافش مش هحكك والله. شايف شفتوا بقى يا شباب، كل ده عشان دخلت دخلة غلط، كانت هتوديني اصلا في 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 حتة تانية خالص. اشارة وهكسرها للأسف. شفتوا كسرتها ازاي؟ للأسف للأسف. المهم تالت حاجة حابب اتكلم فيها مهمة جدا، واسفين على الإطالة في الجزئية دي، وهي ديت اخر حاجة حابب ان انا اقولها. بس اكمل موضوع السيرفر الديسكورد. سيرفر الديسكورد تقدروا ان انتوا تنضموا لينا، تقدروا تلعبوا معانا. بمناسبة شايفين بقى المحرك يقعد يفصل ازاي ويفصلنا معاه. بمناسبة اني بقول احنا بنلعب محاكي الشاحنات الاوروبية والامريكية، اللي عنده الامريكية بس الاوروبية اكتر، فتقدروا تنضموا وتلعبوا معانا. ننقل على الجزئية اللي بعدها، الفرق ما بين، تاني بقولها للمرة المليون، اللعبة موجود منها اتنين، المكركة او المهكرة والاصلية او الاوفيشال او الاوريجينال على منصة ستيم. الفرق ما بين الاتنين، اولا المكركة او المهكرة دي مسروقة فديت حرام، وانا بستحرمها تمام، عشان في ناس شايفاها ان هي عادية. لا حرام، انت كده بتسرق مجهود الديفولوبر. لا احنا ندعمه بشراء اللعبة دي عشان يطور اللعبة اكتر، يحطنا كعرب في عين الاعتبار، ان اللعبة مثلا يبقى فيها فيما بعد اتمنى يعملوا محاكي الشاحنات في الخليج العربي، ميدل ايست، ايا كان، يبقى اللعبة فيها لغة عربي، يبقى فيها اصوات عربي. والله صدقوني طول ما انتم يعني مقدرين الديفولوبرز اللي بتلعب في الالعاب دي ومطورين الالعاب دي، اللي بتصمم قصدي الالعاب دي، طول ما هنتقدر. واضح انها تبدا تشتي. شايفين بقى ميزه الامريكيه السرعه عامله ازاي؟ ده احنا لسه هنفتح في السرعه دلوقتي. المهم ده بالنسبه للعبه المكركه، اول حاجه حرام. الفارق بقى او الفروق بينها وبين الاوريجينال، شايفين المحرك مش قادر يقوم نفسه على السرعات العاليه، كان نفسي اوريكم. طبعا ده بسبب ان العربيه يعني حالتها متدشملة، يعني لو بصينا 21% دامج في التريلر نفسها، 13% دامج في سوري 21% في التراك او الشاحنه، 13% في التريلر اللي ورايا، 3% في الحموله، يعني الحموله كمان اتضرت. فطبعا كل ده هاخد عليه بينالتي او هاخد عليه جزاء. بيقول لي طبعا ان انت تعبت، الشاشه تبدا تغمق وتسود. فاللعبة بصراحة يعني واقعية واقعية قوي. خلينا اشغل المساحات عشان ابقى شايف قدامي تمام. الفروق ان اللعبة الاوريجينال كل ما ينزل لها ابديت هيجيلك على طول، تقدر تضيف اضافات والاضافات بيجي لها ابديت لو انت شاريها برضو. تقدر ان انت لو فيها اخطاء اللعبة، او خلينا اشغل على السريع لان المطرة شدت، لو في اخطاء او ايشوز او اي حاجه تقدر تراسل الديفلوبر بتاع اللعبه او ستيم، والابديتس ديت او المشاكل دي بتتحل. تقدر ان انت تلعب مع اصحابك اونلاين تمام، الكلام ده مش موجود خالص في المضروبه. كمان تقدر تلعب في الوطن العربي. في ناس هتقول لي ما انا بعرف العب وهي مكركه، عارف، بس ليه بقول لازم انك تشتريها افضل ليك، علشان
هتضطر تشتري 6 خرائط ودلوقتي بقوا 7 في خريطة اللي هي إبريا علشان طبعا تلعب في البرو مودز او محاكي او خرائط الدول العربي. وبمناسبة انك تشتري اللعبة اصلا في غير العرض عاملة $20 والاضافات اللي هم 6 المهمين عاملين $100 يعني كلها $120. لو انت بس اشتريت الشوية دول تقدر تلعب اونلاين عادي جدا، وعلى فكرة انت تقدر تلعب اونلاين من غير ما تشتري 6 خرائط، ولكن اقصد البرو مود وتقدر تلعب في البرو مود كمان لو انت شاري الاضافات دي كلها. فاقدر اقدمها لكم بديسكاونت حاليا وقت تصوير الفيديو $90 بدل من $120. كل اللي انت هتعمله ان انا ببعت لك برودكت كود وانت تفعله على ستيم، وكنت عملت شرح بالموضوع ده تقدروا تشوفوه طبعا من علامة الاي اللي هتطلع فوق. طبعا لو انت من برا مصر بتحول بويسترن يونيون الفلوس تمام، وبوفر لك برودكت كود بتفعله جوه ستيم زي ما قلنا. اما لو انت من جوه مصر بيكون عن طريق فودافون كاش بتحول الفلوس وبرضه بدي لك البرودكت كودز وبتفعل طبعا البرودكت كودز واللعبة بتشتغل معاك بدون ادنى مشاكل. برضو في حاجة حابب ان انا اقولها، طبعا احنا كده وصلنا للواجهة بتاعتنا، خلينا نبارك العربية واختم الفيديو بالحاجة اللي برضو كنت حابب اقولها زي ما احنا شايفين كده. شكرا. الحاجة اللي حابب اقول عليها في الاخر وهي لو انت هتشتري اللعبة انصحك تشتري محاكي الشاحنات الاوروبية. اكترية الناس بتلعب محاكي الشاحنات الاوروبية، تقدر تلاقي اصحاب ليك كتير بيلعبوا اللعبة، ولو حبيت اللعبة ممكن مع الوقت تشتري كمان الامريكية زي ما قلت لكم على الخصم. اي حد محتاج اللعبة تقدر تتواصل معايا ارسل لك البرودكت كودز، لو انت برا مصر تدفع ويسترن يونيون، لو انت جوا مصر تدفع فودافون كاش، برسل لك البرودكت كود اللعبة بتاخد البرودكت كود تفعله بتتفعل معاك بدون ادنى مشكلة، وبتعمل لها بعد كده داونلود على الكمبيوتر بتاعك. ولو واجهتك اي مشكلة في اذا كان البرو مود او كده الفيديوز والشروحات كلها ان شاء الله هتكون موجودة. المهم خلينا دلوقتي بعد ما وصلنا نقفل بقى كل حاجة تاني. اول حاجة اطفي المساحات طبعا بتاعتي، ومفروض اشد الهاند بريك بالشكل ده، اطفي العربية بتاعتي، اطفي النور تمام كده احنا كله 100 100. مفروض بقى ان احنا نفصل الشاحنة عن التريلر بالشكل ده، وكده النتيجة الحمد لله في ساتسفاي. خصومات بس بتاعت الدامج ومفروض انها كتيرة يعني كتيرة حبتين كمان، $7,190. ولكن خدنا اكسبيرينس الليفل بتاعت ابجريد، وكمان كونتينيو هلاقي في سكيلز اتفتحت معايا. انا حابب ان انا اعمل جاست ان تايم ديليفري علشان اخد عليه بعد كده زي اكسبيرينس بوينتس بترفع الليفل بتاعي جوه اللعبه بسرعه. ابلاي بالشكل دوت، وبس كده. ده كان فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اتمنى نوصل ل 100 لايك. والناس اللي بتشوفنا لاول مره ما تنسوش الاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد، وهتستنوني في مزيد من الفيديوز. واشوفكم على خير قريب. سلام.